الاباء والوليدات ديالو. وكما كنرحب لجنه التحكيم جميعهم، هذا اللي ممكن يتقال. يعتبر تنظيم مسابقه تجويد وترتيب القران الكريم من طرف جمعيه النصر للتنميه والثقافه دوره 22. وهذه السنه هذه كاين مشاركه مع المجلس الاقليمي وجماعه العرائش والهيئه الاقليميه للصناع التقليديين وجمعيه التاج الذهبي للحلاقه والتجميل وتعاونيه بحاره العرائش وجمعيه صوديل وتعاونيه اطلانتيكس العرائش وجمعيه ابناء العرائش بالمهجر من المبادرات التي تستحق كل اهتمام وتشجيع، كما تنطوي على فكره من اهداف وغايات علميه وثقافيه الى جانب ابراز ما يتوفر عليه الاقليم من طاقات في علم التجويد والترتيب. فمن فضل الله ونعمه على امتنا الاسلاميه اقبال كثير من الشابات والشباب والاطفال ذكورا واناثا على كتاب الله ورجوعهم اليه والنهل منه حفظا وفهما وترتيبا. كما نطلب من الله سبحانه وتعالى حفظ جلالة الملك وأن يبارك في ولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وسائر أسرته وشعبه الوفي، إنه سميع